السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات الحديدة. الفريق المقدشي يلتقي قيادة قوات التحالف العربي بمأرب ويشيد بدعمها لعمليات التحرير. رابطة أمهات المختطفين تندد بمواصلة ميليشيا الحوثي اختطاف الناشطين وإخفائهم قسريا. تفاصيل الأنباء يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على الالتزام بالخطط العملياتية والتنسيق بين كافة الوحدات العسكرية من أجل استكمال عمل التحرير. وحث رئيس الجمهورية في اتصال هاتفي مع قائد المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 141 مشاة اللواء الركن هاشم الأحمر، حيث وحث الجميع على اليقظة العسكرية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مسرح العمليات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. من جهته أطلع اللواء هاشم الأحمر رئيس الجمهورية على الاستعدادات والتحضيرات لتنفيذ المهام الموكلة إلى المنطقة في إطار الخطط والعمليات العسكرية القادمة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. وأوضح اللواء هاشم الأحمر بأن وحدات الجيش الوطني تقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة إليها، مؤكدا على جاهزية الاستعدادات والتحضيرات للمهام اللاحقة وبانتظار ساعة الصفر. أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش في الساحل الغربي وما سطروه من ملاحم خالدة وتاريخية في سبيل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة. وناقش مع محافظ الحديدة الدكتور حسين علي حسن علي طاهر التطورات والجهود المبذولة لاستكمال تحرير المحافظة، وشدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والإسهام في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة وتلبية احتياجات المواطنين، منوها إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق أبناء المحافظة ومعاناة المواطنين جراء احتلال الميليشيا. شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم غارات على معسكر تدريبي لميليشيا الحوثي في قرية الخفشة بالقرب من محمية برع شرق مدينة الحديدة. وقال شهود عيان بأن سيارات الميليشيا الانقلابية وأطقمها هرعت إلى موقع المعسكر التدريبي والذي يعتبر أحد أهم المعسكرات الميدانية في الحديدة، حيث زجت فيه الميليشيا بالمئات من أبناء تهامة المغرر بهم تمهيدا لنقلهم إلى جبهات الموت. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت ليلة أمس غارات مكثفة على مواقع وتجمعات لميليشيا الانقلاب المتمردة جنوب وشمال شرق محافظة الحديدة. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على تجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة من مديرية باجل شمال المحافظة، ومنها مقر اللواء العاشر حرس جمهوري سابقا، وذلك بالتزامن مع استهداف غارات أخرى لموقع معسكر الدفاع الجوي خلف منصة 22 مايو ومخابئ وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة المصيرية. كما استهدفت الغارات تعزيزات لميليشيا الحوثي في الخط الرابط بين مديريتي الزبيد والجراح، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية. يكابد سكان محافظة الحديدة متاعب أزمة الوقود في محافظتهم والتي أصبحت سوقا سوداء بيد ميليشيا الانقلاب، ما دفع الكثير منهم إلى شراء مخلفات البلاستيك لإنضاج طعام الأسر الفقيرة والتي أحالت الميليشيا حياتهم إلى موت وحطب. تفاصيل في التقرير التالي. أصبح الوقود حكرا على أسواق سوداء تديرها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وصار جحيم الحطب والتعب وأدخنة الموت تؤرق سكان محافظة الحديدة المنكوبة بالحرمان والجوع والمجاعة والميليشيات. ما يكفيش لهم انهم نهبوا بترولنا واخذوا وحرمونا الكهرباء واحنا في محافظة حارة وبهدلوا بالبلاد بهدلة. لا وقود يقدر على شرائه السكان
بعد أن باعته الميليشيات بأضعاف مضاعفة تجني من خلالها الأموال والأرباح إلى جيوب قادتها، بينما يتجرأ أبناء تهامة مرارة البحث المبني عن وقود، ومن لا يقدر على الشراء يلجأ للحطب أو مخلفات بلاستيكية ينقلها أطفال من مقالب القمامة لاستخدامها وقودا لإنضاج ما تبقى من طعام في بيوت فقراء تهامة. نهبت ميليشيات الحوثي حقوقهم لتنتفخ في المقابل أوداج وأرصدة وكروش قادة ميليشيا تزج بالمغرر بهم من أبناء تهامة وقودا في جبهات حروبها العبثية، لتحول كل شيء في الحديدة إلى موت وحطب. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. التقى مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائمة بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدش اليوم بقيادة قوات التحالف العربي في جبهة مأرب، وخلال اللقاء تم توديع القائد السابق لقوات الواجب الإماراتية في جبهة مأرب، واستقبل القائد الجديد بحضور قائد قوات التحالف العربي قائد القوات السعودية بجبهة مأرب العميد الركن علي ساير العنزي. وأشاد الفريق المقدشي بجهود دول التحالف العربي الداعمة للشرعية وما مواقفهم الأخوية مع الشعب اليمني ووقفتهم الجادة في سبيل دعم وإسناد العمليات العسكرية التي تخوضها الحكومة الشرعية لاستعادة المؤسسات الشرعية وتحرير البلاد ودحر الميليشيا الانقلابية. وأشاد الفريق المقدشي بالانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات. عقدت اللجنة الأمنية في محافظة مأرب اليوم اجتماعا استثنائيا برئاسة وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة. وناقش الاجتماع الخطة الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين المحافظة وتأمين الطرقات والعمل على حل كافة الإشكالات والمعوقات الأمنية وتوفير الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين. وأكد الاجتماع أن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع كل من يخل بالأمن والاستقرار، وستلاحق كل المتورطين في أعمال التقطع وكل من يسعى إلى زعزعة الأمن والسكينة العامة وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم الرادع. كما أكد الاجتماع الأمني على أهمية تنفيذ الخطة الأمنية المرسومة على أكمل وجه وقيام كل الوحدات الأمنية بالواجبات والمهام المناطة بهم وتطوير أساليب ووسائل تأمين الطرقات من عصابات التقطع والنهب. وشدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية وزيادة اليقظة لدى الأجهزة الأمنية، مشيدا بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال الفترة الماضية. شنت ميليشيا الحوثي قصفا عشوائيا بالأسلحة الثقيلة على المناطق الآهلة بالسكان في مديريتي الزاهر وذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية بأن ميليشيا الانقلاب قصفت بقذائف المدفعية على مناطق الحبج والجردي الآهلة بالسكان بمديرية الزاهر. إلى ذلك شنت الميليشيا الانقلابية قصفا عشوائيا بالدبابات وقذائف الهاون على قرى عزلة الدريعاء بمديرية ذي ناعم. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال بأن الحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب تسببت بزيادة معاناة المرأة في الريف والحضر حتى وصلت إلى مستويات كارثية. وقالت الكمال في كلمة اليمن في الدورة 62 للجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك بأن هذه الحرب نتج عنها زيادة هائلة في معدلات سوء التغذية الحاد وانعدام الأمن الغذائي في أوساط الناس النساء الحوامل، حيث تعاني نحو 1,500,000 امرأة حامل من سوء التغذية الحاد. وأشارت الكمال إلى أن الحرب الانقلابية أدت إلى تفشي المجاعة وانتشار وباء الكوليرا والدفتيريا، كما أدت إلى نزوح أكثر من 3 ملايين مواطن. شكلت النساء مع أطفالهن ما نسبته 76% من هذا النزوح. قال سفير اليمن في الأردن علي العمراني بأن مأساة اليمن أصبحت الأكثر فداحة على مستوى العالم نتيجة للحرب التي أشعلتها ميليشيا الانقلاب واجتياحها المشؤوم للعاصمة صنعاء
في سبتمبر 2014. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث للاجئين في الشرق الأوسط، المجتمع الدولي الفرص والتحديات، والذي عقد في فندق لاند مارك في العاصمة عمان. وأكد السفير العمراني على ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي والإقليمي بمسؤولياته تجاه اليمن ومأساتها، وشدد على ضرورة إعطاء أهمية خاصة وأن يتم البدء في المناطق المحررة مع التركيز على مشاريع البنية التحتية وإصلاحها وتطويرها. وأشار العمراني إلى أن استقرار اليمن سيسهم في استقرار المنطقة برمتها، خاصة أن الأحداث ووقائع السنوات الأخيرة أثبتت أن اليمن مكون جوهري في السلام العالمي والتجارة الدولية واستقرار المنطقة وأمن الخليج والبحر الأحمر. نفذت أمهات المختطفين في الحديدة وقفة احتجاجية على استمرار الميليشيا الحوثية واختطاف وإخفاء العشرات من الناشطين. وناشدت رابطة الأمهات نداء المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الضغط من أجل الكشف عن أبنائهن المخفيين في سجون الحوثي والإفراج عنهم دون قيد أو شرط. نداء لأمهات المختطفين بالحديدة يناشد الكشف عن أبنائهن المخفيين في سجون الحوثي. يمضي عام تلو عام ويدخل عام جديد وأنت ما زلت بعيدا عني في غيايب السجن المظلم، ويتمادى سجانك يا ولدي في تعذيبي وقتلي بإخفائك عني ومنعي حتى من زيارتك لتكتحل عيني برؤيتك ويطمئن قلبي المكلوم عليك، وكأنه لا يعلم إنك الروح التي بين جانبي وإنك النور الذي ترى به عيني والنبض لقلبي يا قلبي. إن جماعة الحوثي المسلحة تستمر وتتمادى في إخفاء ما يقرب 100 مختطف من أبنائنا داخل سجونهم المظلمة والمفتكرة لأبسط سبل الحياة الكريمة في الأمن المركزي والبحث الجنائي وكذلك في سجون الزيدية والضحي بالمحافظة، ومنعنا من زيارتهم والإطمئنان عليهم من أمام منظمة الأمم المتحدة. ومن هنا وفي وقفتنا هذه نوجه نداء استغاثة إلى كل المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة التحرك لإنقاذ أبنائنا المختطفين والمخفيين كثرة والسماح لنا بزيارتهم والإطمئنان عليهم، ونطالب بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. صادر عن رابطة أمهات المختطفين بمحافظة الحديدة الخميس الموافق. نفذت عدد من أمهات المعتقلين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة أبيان بزنجبار، ورفعن لافتات كتبت عليها عبارات تفيد بأن أبناءهن سجنوا منذ حوالي عامين في سجن بئر أحمد بمحافظة عدن دون محاكمة، وطالبت المحتجات بإحالة أبنائهن إلى النيابة والقضاء ليفصل في صحة الاتهامات من عدمها. وأكدن في مناشداتهن أن الاعتقال والتعسف طال أبناءهن ظلما، وفوق ذلك لم يتم التحقيق معهم أو إطلاق سراحهم. مشتين طالب في عيالنا، شلوا عيالنا ظلم من عند الباب ولا سلحوا حتى حاجة. نشتين عدل، نشتين خدودو عيالنا لا قري لهم هكلم من سنة وستة شهور لا نشوفهم ولا يشوفونا عيالنا. أيوة مزوج مع عيال عيالنا ساكن صباح وأتامة من الداخلين ما حد يقهم بهم، احنا مش معانا ضباحة الله داري بحوالنا. بالإفراج عن المعتقلين في بئر أحمد، معتقلين قصرا بدون أي تهم، المطالب فيهم بالتحقيق وإغالتهم للقضاء والإفراج عنهم. طيب هبينا لما ما حصلناش ملفات معاهم يعني لهم تهم، والذي عنده تهمة احنا ماشي نقول فرقوا عنهم، في هو عنده تهمة وثبتت عليه يحاكمه يستاهل ما قراله، أما أنه مسجون كده حرام بدون أي حاجة بدون أي تهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل ما نقول. أكد المدير التنفيذي لائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز بأن شهر فبراير الماضي كان مليئا بالانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني في الحيز التالي. يتحدث أمين منصور الحيدري عن أبرز الأرقام التي رصدها الائتلاف خلال فبراير. تقرير فبراير للعام 2018
ملخص 67 أسرة فقدت عائلها بسبب الحرب، منهم 15 من الأطفال وسبع نساء. 305 من الأشخاص تعرضوا للإصابات كانوا يعولون أسرهم، 26 طفل و34 شاب و8 نساء. خلال فبراير 2018 خلفت الحرب 298 يتيم يحتاجون للرعاية وتقديم المساعدات. كذلك 65 أسرة تعرضت للنزوح القهري والتهجير في مديرية التعزية موزع مقبنة صبر الموادم. 53 منزل ومنشأة ومركبة وممتلك تعرض للتضرر، منها 13 منشأة تضررت تضررا كليا و40 منشأة تضررت تضررا جزئيا. 7 مركبات و39 منزل و2 مساجد و1 مرفق صحي و4 مدارس و1 مزرعة، كل هذا يحتاج إلى إعادة تأهيل. تزداد المعاناة يوم بعد يوم باستمرار الحرب وتوقف الرواتب وزيادة أسعار السلع الخدماتية والطبية والاستهلاكية. نحن في جتلاب الغاز الإنسانية نناشد المنظمات الدولية والإنسانية بتدخل السريع بإنقاذ المدنيين في محافظة تعز. كشف تقرير حقوقي عن جملة الانتهاكات التي مارستها الميليشيا الانقلابية بحق أبناء محافظة حجة خلال شهر فبراير المنصرم من العام الجاري. وأوضح التقرير الصادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية والإنسانية في المحافظة عن أكثر من 90 انتهاك مارستها الميليشيا الانقلابية بحق المواطنين خلال فبراير. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات تنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري وإقامة نقاط تفتيش والتجنيد إجباري للأطفال والنساء وتعسفات إدارية والتهديد بالقتل. يأتي هذا التقرير ضمن عشرات التقارير الحقوقية الشهرية التي تتضمن انتهاكات الميليشيا الانقلابية المتواصلة بحق المواطنين في المحافظة. شيع المئات من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس جثامين أربعة من شهداء الجيش الوطني من منتسبي اللواء 83 مدفعية. وتقدم جموع المشيعين العقيد فضل النميري أركان حرب اللواء 83 مدفعية وعدد من قادة الجيش والمقاومة، مؤكدين بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وأن الميليشيا ستدفع ثمن الاعتداءات المتكررة على أطراف منطقة يعيس. نتابع. إلى الله ترحل أرواح أربعة من منتسبي الجيش الوطني في اللواء 83 مدفعية المرابط بجبهة مريس بمحافظة الضالع. نحن نشيع كوكبة من الشهداء، نحن نعتبرها وقود تزيد من معنويات المرابطين في الجبهات، معنويات الجيش الوطني، وتعطينا دافع أقوى، وهي رسالة نوجهها للميليشيات بأننا على دربهم سائرون، وأننا لن نتهاون أو نتراجع قيد أنملة، وإن عزائمنا أكبر، وإن عزائمنا تناطح جبل ناصة، وإن لنا أهداف أكبر من يعيس وأكبر من دمت وأكبر من الرضمة، وإن لنا أهداف إلى صنعاء إلى مران إن شاء الله تعالى. الشهداء ارتقوا في مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في معاركها الأكثر شراسة على أطراف يعيس بجبهة مريس خلال اليومين الماضيين. وعلى إثر هذه المعارك سقط في المقابل عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. أننا صامدون وأننا على استعداد لتقديم الشهداء والشهداء، وأننا لن نتزحزح مهما حاولوا الهجوم ومهما حاولوا الاقتحام، فإننا صامدون وسنقف لهم بالمرصاد. وإننا أتكلم باسم جبهة مريس وأننا نقول لهم إن مريس عصية ولن يستطيعوا اقتحام حتى متر واحد. ستكون هذه الدماء التي سالت دافع لنا لتحقيق النصر إن شاء الله، ولن يمر من أرضنا إلا على جثثنا إن شاء الله تعالى. لا يظن أنهم سيمروا ونحن نتنفس تنفس الحياة، بل سيكون نهايتهم عند هذه المتارس، ونحن سنتجاوز هذه الأماكن ونحرر إن شاء الله دمت قريبا بإذن الله. أربعة شهداء ودعتهم مريس، وجرى تشييع جثامينهم الطاهرة اليوم إلى مسقط رؤوسهم في قرى القدام والقحيلة والجبهة، فيما أكدت الجموع المشاركة في تشييع جثامينهم على عزمهم في مواجهة ميليشيات الحوثي الانقلابية التي بغت على الشعب وصادرت مؤسسات الدولة.
يؤكد الأحرار هنا في هذه الجبهة وفي مختلف جبهات الوطن على امتداد اليمن أنهم ماضون على درب الشهداء ولن يتخلوا عن خيار المقاومة حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة الشرعية بالكامل. فوز المريسي، قناة سهيل، الضالع. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا: سوق الحنظل بسيئون بين جهود الترميم وشكاوى التأخير. رسومات على الجدران في شوارع تعز تنفذ السلام. برعاية المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، اختتمت شرطة مأرب الدورة القانونية الأولى لمنتسبي قوات الأمن الخاصة، وتلقى المتدربون فيها على مدى أسبوع عددا من المهارات المعرفية والقانونية التي ستمكنهم من العمل الميداني وفقا لضوابط قانونية تحمي الوطن والمواطن. وفي ختام الدورة أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب حرص الأجهزة الأمنية على التسلح بالعلم والمعرفة إلى جانب التسلح بالسلاح في الميدان. أقامت رابطة أمهات المختطفين في تعز دورة الدعم النفسي لعدد من المفرج عنهم من قبل ميليشيا الانقلاب والذين تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي أثناء فترة اختطافهم. وتهدف الدورة لمعالجة الآثار النفسية التي لحقت بالمختطفين وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال الاستماع لهم ومناقشتهم حول ما تعرضوا له وكيفية التغلب على الأوضاع التي مروا بها. الدورة تستمر لثلاثة أيام وتستهدف نحو 30 شخصا ممن تعرضوا للسجن لفترات تتراوح بين سنة وسنتين. تقيم رابطة أمهات المختطفين دورة الدعم النفسي للمفرج عنهم لمعالجة الآثار النفسية التي عانوا منها في سجون الميليشيات الحوثية. الهدف الرئيسي لهذه الدورة هو إخراج المفرج عنهم من الحالة النفسية التي عانوا منها في سجون الحوثي، تعرضوا لتعذيب نفسي شديد وأيضا تعذيب جسدي عانوا منه كثيرا. عقد محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم صباح اليوم الخميس لقاء عاما بقاعة الفقيد مطهر الكوني بديوان محافظة أبين بالعاصمة زنجبار. ضم مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات والشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات ومنظمات المجتمع المدني وأئمة وخطباء المساجد بالمحافظة. وكرس اللقاء لاستعراض الأوضاع العامة في المحافظة والآفاق المستقبلية للنهوض بواقعها. وخلال اللقاء قدم مديري المكاتب أمام الحاضرين أبرز ما أنجزوه خلال الفترة الماضية، فيما أعلن المحافظ بأن خطوات جديدة قد وضعت في طريق الإصلاحات والعمل بالمحافظة، وأن قرارات التغيير ستطال مسؤولي المكاتب غير الفاعلين والمتفاعلين أو الذين عليهم ملاحظات مخلة بالعمل، مشيرا إلى أن القرارات باتت جاهزة ولم يتبقى غير إعلانها. وجه محافظ محافظة إبا اللواء عبد الوهاب الوائلي غرفة العمليات المشتركة بين المحافظات غير المحررة وشركة الغاز بعدم تعبئة قواطر الغاز لوكلاء بيع الغاز المنزلي في المحافظة الذين لم يلتزموا بالتوجيهات السابقة المتعلقة ببيع أسطوانة الغاز للمواطنين بالسعر المتفق عليه 3000 ريال بعد أن كانت تباع بأضعاف. هذا وقد أكد ممثل المحافظة في غرفة العمليات المشتركة بأن معظم المحطات في المحافظة أصبحت تبيع الغاز بالسعر المتفق عليه، وبأن بقية المحافظات التي لم تلتزم سيتم إيقافها عملا بتوجيهات المحافظ. واستغرب ممثل محافظة إب مما يروج له إعلام الميليشيا من أنهم ضبطوا سعر مادة الغاز في المحافظة، لافتا إلى أن هذا الإجراء لم تم بعد إنشاء غرفة العمليات المشتركة. وقعت اليوم في محافظة لحج اتفاقية تعاون بين الغرفة التجارية والصناعية ومنتدى رجال الأعمال العرب في الصين،
وفي حفل التوقيع أكد رئيس الغرفة التجارية في محافظة لحج ورئيس الملتقى الوطني الاقتصادي حسين عبد الحافظ الوردي بأن اتفاقية التعاون تقضي بالتزام كل طرف برعاية مصالح رجال الأعمال المنتسبين لديها بحسب نطاق عمله وأهدافه وتقديم الدعم لهم من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة وتنظيم اللقاءات وإيجاد فرص عمل مشتركة بين الطرفين خلال سنوات الاتفاقية الثلاث، مشيرين إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الملتقى الوطني الاقتصادي لإيجاد بيئة استشارية مشتركة تساهم في زيادة العمل التجاري وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى رفع مستوى الكادر وتطوير مهاراته وخلق كوادر مؤهلة في المجال الاقتصادي يساعد في تنمية العملية الاقتصادية في اليمن. توقيع حواء لإيجاد التعاون المشترك بين رجال الأعمال العرب والغرفة التجارية الممثلة في محافظة لحج والملتقى الوطني الاقتصادي. طبعا هدفه هو التعارف والتبادل المعلومات والتوجه نحو الجانب الاستثماري والمنطقة الصناعية في لحج، وكذا في إيجاد الخبرات والمعرفة بين البلدين الشقيقين وبين مجلس رجال الأعمال اليمنيين مع منتدى رجال الأعمال العرب. طبعا شرفنا هذا اليوم أن نوقع اتفاقية تفاهم بين منتدى رجال الأعمال العرب في الصين والغرفة التجارة والصناعة محافظة لحج والمنتدى الاقتصادي الصناعي العام. طبعا نشكر الأخ حسين الوردي على تفاعله معنا، وإن شاء الله سوف نبذل من جانبنا في الصين بنقل التجربة الصينية ونقل الخبرات الصينية إلى أرض الوطن، وإن شاء الله سنساعد كوننا رجال أعمال عرب من مختلف دول العربية ولدينا خبرات الحمد لله تمكننا من إيجاد خبرات. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيد اليوم قسم التصديقات التابع لمكتب وزارة الخارجية بمحافظة حضرموت، وأوضح مستشار محافظ حضرموت لشؤون العلاقات العامة ومدير عام وزارة الخارجية بالمحافظة السفير سالم أحمد بلفقي لوكالة سبأ بأن مهام القسم تتضمن التصديق على كافة الوثائق التي يتطلب تصديقها من الخارجية والعكس من سفارة بلادنا في الدول الأخرى. ويأتي افتتاح القسم تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ومحافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني من أجل تسهيل عملية التصديق لسكان وادي حضرموت. يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بترميم سوق الحنظل أحد أقدم أسواق مدينة سيئود والذي عرف سابقا بسوق قسبل. المزيد في سياق مراسلنا فهمي بارمادة. أعمال مستمرة لترميم سوق الحنظل بسيئون كامتداد لأقدم سوق شعبي في المدينة ويطلق عليه قديما سوق قسبل، ويعد هذا السوق وجهة لكل زائر للمدينة. الترميمات تشمل إعادة تأهيل السوق والحفاظ عليه من مياه الأمطار وإعادته إلى الواجهة من جديد بالشكل الحضاري ذات التنسيق المعماري الفريد الذي يحمل صبغة تراثية قديمة التي تعود إلى العصور القديمة لتشكل حضارة في الوقت الحالي. ترتيب سوق الحنظل بشكله الثقافي والتراثي وأيضا بحداثة التصميم وتأهيله بشكل صحيح الحفاظ عليه من التدهور وايضا الامطار وايضا اظهاره بالشكل الحضاري الجمالي وايضا متلائم ومتزامن مع موروثه الثقافي والتراثي. الاعمال تحتوي على تاهيل السوق ورصف مساحته الارضيه بطول 280 متر مربع بقيمه 23 مليون ريال مقدمه من الصندوق الاجتماعي للتنميه، والتي تاتي ضمن مشاريع قطاع الموروث الثقافي باليه النقد مقابل العمل، والذي يهدف الى الاهتمام بالمشاريع التراثيه وتشغيل الايادي العاطله عن العمل. طبعا المشروع هذا من مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنميه ضمن برنامج النقد مقابل العمل، والذي يهدف بشكل رئيسي الى تشغيل العمال العاطله عن العمل، لكن ايضا له هذا البرنامج اهداف ثانويه من ضمنها الاهتمام بمشاريع التراث وغيرها من مشاريع المياه وغير ذلك.
في هذه المساحة الإسفلتية الملتهبة تم نقل أصحاب المحلات التجارية إليها كفترة مؤقتة على مدى أن يتم تجهيز السوق، لكن العمل في السوق واجه العديد من العراقيل والصعوبات مما أدى إلى توقف العمل فيه فترة وجيزة، وهو ما جعل أصحاب تلك المحلات يواجهون العديد من المشكلات التي تقف أمام ممارسة أعمالهم التجارية. أعطونا احنا مهلة 3 أشهر ولما دحين قلنا 4 أشهر وعنا احنا الريضين بيجي وقت الموسم الحماء المطر والحماء وذا، ونحن جالسين هنا في السوق ذا تحت اليامة تحت الشيرة. ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف وحركة الرياح المستمرة هي من أبرز ما يواجه أرباب المحلات التجارية في هذا السوق المفتوح، فهم يناشدون الجهات المختصة بسرعة إنجاز أعمال الترميم في السوق القديم حتى يعودوا إلى محلاتهم ويباشروا أعمالهم بشكل طبيعي. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون. أقيم صباح اليوم في مدينة تعز فعالية الرسم على الجدران ضمن اليوم المفتوح للفن بمشاركة عدد من الرسامين وهواة الرسم، ونظمها فريق عدينا بقسم الإعلام وعلوم الاتصال بكلية الآداب جامعة تعز. وقام المشاركون في الفعالية التي أقيمت تحت شعار نحو فن يعكس تجاربنا وهويتنا وتعزيز قيم السلام والتعايش، قاموا برسم العديد من الجداريات التي حرصت على إظهار الوجه الحقيقي لمدينة تعز، مدينة السلام والتعايش، رغم الحصار والحرب التي تشنها ميليشيا الانقلاب على المدينة منذ أكثر من 3 سنوات، معبرين عن رغبة المواطنين بالأمن والسلام ونبذ العنف والحرب. حرصت تعز بالخصوص عدينا للإنتاج الفني أن يقيم هذا الحدث بالتزامن مع العديد من دول العالم. هذا الحدث هو الهدف منه تطبيع الحياة في تعز، وأيضا رفض ملامح الإرهاب وملامح الحروب وملامح الفوضى، وهو عبارة عن احتجاج فني خرج به العديد من الفنانين لكي يقولوا للعالم أننا ندعو إلى السلام ونرفض الحرب. كرمت منظمة حياتنا إرادة للتنمية والسلم الاجتماعي في مديرية الصلب بمحافظة تعز 225 امرأة بمناسبة استكمال تخرجهن من الدورات التدريبية التي أقيمت في المنطقة وشملت مجالات الأشغال اليدوية والبخور والإسعافات الأولية والحاسوب. الدورة التدريبية استمرت لأكثر من 2 شهر، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي أقيمت في المديرية من أجل تأهيل النساء لسوق العمل وبما يعزز من إنتاجية المرأة الريفية. قام مكتب الصحة العامة بمحافظة الجوف أقام ورشة عمل لمديري مكاتب الصحة في المديريات والمراكز الصحية برعاية اللواء أمين بن علي العكيمي محافظ المحافظة، وهدفت الورشة إلى تقييم الأداء الصحي خلال الفترة السابقة والعمل على تطويره. وطلب وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي مديري مكاتب الصحة في المديريات إلى العمل بروح المسؤولية لخدمة الوضع الصحي في المحافظة، فيما أشار مدير عام مكتب الصحة الدكتور مياز اليوسفي بأن هذه الفعالية ستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء الصحي في المديريات، مشددا على أهمية الانضباط الوظيفي في جميع المرافق الصحية في المحافظة، منوها إلى احتياج المحافظة لعدد من الكوادر والأجهزة التي تسهم في تطوير الأداء الصحي. يتم اليوم عمل الورشة الخاصة في إعادة في مناقشة الإشكاليات الموجودة في المراكز والوحدات والإدارات في مكتب الصحة ومناقشة حلول لهذه الإشكاليات الموجودة، أيضا في المراكز والوحدات التي تم افتتاحها في المديرية المحررة قريبا، والإدارات الجديدة المتواجدة والأقسام الجديدة الموجودة أمام في الجراحية في المستشفى. الآن الاحتياجات التي نحتاجها في المحافظة هي كادر صحي للأقسام الجديدة، لم نستطع إلى الآن توفيرها، توفير الكادر أخصائيين أشعة، أخصائي عيون، أخصائي جراحة تجميل، أخصائي وجه وفكين، أخصائي عناية مركزة وتخدير. طبعا موجود لدينا واحد من الأخصائي التخدير، لكن نحتاج أقل شيء 2 أو 3. ونعتب كثيرا على المنظمة الدولية WHO، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونيسف،
أيضا لعدم تدخلها أو لمنظمة الصحة العالمية تدخلها تدخل بسيط جدا في الجوف، أما اليونيسف فلا يوجد لها أي تدخل. دشن مكتب الهلال الأحمر اليمني فرع محافظة مأرب دورات تدريبية في الإسعافات الأولية لعدد من أبناء المجتمع المحلي بمديرية صرواح. وقال الدكتور عبد العزيز الشدادي مدير عام مكتب الصحة بمحافظة مأرب أثناء زيارته لمكتب الهلال الأحمر اليمني بأن السلطة المحلية تقدر الجهود التي تبذلها الجمعية في مجال التوعية الصحية في مختلف مديريات المحافظة. الدورة كانت تستهدف فئة من أبناء المجتمع المحلي، كانت على مناطق الاحتياج. بدأنا بالأمس اللي هي دورة 14 وإلى تاريخ 15 الفئة من أبناء المجتمع المحلي مديرية صرواح. نحن في إدارة مكتب الصحة العامة والسكان محافظة مأرب حريصين على أن يكون ثقافة الإسعاف الأولي ثقافة منتشرة لدى أبناء المجتمع جميعهم، كون هذا من الأمور التي تعزز النظام الصحي وتعزز الخدمات الصحية في المحافظة. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. مقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في عدد من مديريات الحديدة. الفريق المقدشي يلتقي قيادة قوات التحالف العربي بمأرب ويشيد بدعمها لعمليات التحرير. رابطة أمهات المختطفين تندد بمواصلة ميليشيا الحوثي لاختطاف الناشطين وإخفائهم قسريا. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله. We'll be right back.